كل الأحزاب المتنافسة على الانتخابات صورت لنا يوم 8 شتنبر 2021 كعرس انتخابي وعرس ديمقراطي، وهو في الواقع يعني لا يمكن أن نعتبر إلا أن نعتبره عرسا ديمقراطيا بالنظر إلى أن الدستور يمنح لكل مواطن مغربي الحق في التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الفريق الحزبي الذي يراه ملائما لتدبير الشأن العام. لكن هناك واحد الوجه مظلم، هناك يعني واحد الوجه يعني اسود في نهار 8 شتنبر. علاش؟ لان الحكومه التي يعني حكومه العثماني التي تصرف الاعمال حاليا حينما ستذهب بعد 8 شتنبر كل وزير من هذه الوزراء غادي يدي معه واحد الباكطو ديال الفلوس، غادي يدي معه واحد البريزه اللي فيها 10 ديال الاشهر من المانضه ديالو بدعوه حقه من حتى المغادره. وهذا التشريع اللي صايبات الحكومه لبعضياتهم يعني لاعضاء الحكومه يعني تصيب ضد على الاخلاق وضد على المنطق وضد على المبادئ التي تضبط يعني الأعراف الممارسة الحكومية في العالم. يعني نقدروا نفهموا يعني بأن هاد يعني هاد الملحة ديال المغادرة كتعطف شي شركة اللي نقولوا مثلا تعرضت للإفلاس أو تعرضت لضائقة مالية حتى يتمكن هذوك الموظفون الصغار ولا المستخدمون من أن يتدبروا أحوالهم واحد شهر ولا شهرين ريتما يلقاو منصب شغل لإعالة العائلة ديالهم. لكن لا يعقل أن وزير ومعظم الوزراء ديالنا لاباس عليهم ومعظم الوزراء ديالنا عندهم مشاغل وعندهم موارد وعندهم مداخل يعني هائلة الله يزيدهم، يعني لا يحتاجون إلى أن يأخذوا من حس مغادرة ديال 10 شهور من المنطقة. كنعرفوا بأن الوزير الأول بوحده كياخذ 90,000 درهم، يعني من حيث المغادره غادا تجيه 900,000 درهم، يعني 90 يعني تقريبا واحد المليون ديال الدرهم بور اراوندير لو شيفر. وبما ان الوزراء الاخرون 23 كل واحد غادي ياخذ عنده 70,000 درهم في الشهر وغياخذ من حد 10 شهور، يعني وضربها في 23 وزير، اذا هي 16 مليون ديال الدرهم، زيد على مليون درهم ديال الوزير الاول رئيس الحكومه اللي هي 17 مليون ديال الدرهم، يعني مليار و700 مليون ديال السنتيم. وهذا راه منكر وهذا عار يعني وسب في جبين الحكومه التي ستنتهي الولايه ديالها. طبيعه الحال يعني نحن الان في موسم انتخابي وفي هذه اللحظه انتخابيه، يعني كل واحد فينا في الحي ديالو في المدينه ديالو يتخيل الخصائص اللي عنده، يعني مدرسه لا بيسين كونسيرفاتوار ساحه عموميه شارع اناره عموميه الى اخره، حتى يتخيل هذيك المليار و700 مليون اش كان ممكن لها دير في هذاك الحي ولا في هذيك المدينه. هذا من جهه. من جهه ثانيه يعني اذا كان من انتظارات يعني ماموله في الحكومه المقبله، فاول قرار التي يجب عليها ان تتخذه هو ان توقف صرف هذه المجزره وصرف هذه المذبحه وصرف هذه البريم ديال المغادره لهذا الوزراء ديال العثماني، وان يمنع كل وزير يعني في الحكومات المتتاليه ان يحصل على هذه البريم ولا على هذه البزوله ديال الريع وعلى هاد الملحة ديال العار وهاد الملحة ديال الذل اللي كتبقى كما قلنا سبة في حق المغرب وسبة في حق الحكومات اللي كتسير الشأن العام ديال المغرب.